السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة من أفصح قصائد ديوان الحماسة، قالها الشاعر المفلق عويف القوافي الفزاري، والحادث الذي بعث الشاعر على إنشاد هذه القصيدة الغراء هو أنه بلغه أن عيينة وهو من بني عمه حبس وسجن، حبسه العدو، وكان عيينة هذا المسجون زوج أخته فطلقها، فأحقد ذلك عويف الفزاري وأوغر صدره، ولكنه لما بلغه حبسه رثى له وعطف عليه وأرسل هذه الأبيات، فنقرأ هذه القصيدة. يقول: ذهب الرقاد فما يحس رقاد، ذهب الرقاد فما يحس رقاد، مما شجاك ونامت العواد. رقد يرقد رقادا، هو النوم، أي طار النوم من عيني. فما يحس رقاد، فلا أدري أين غاب نومي، حتى لا أحس بشيء منه، ولا تكتحل عيني بالنوم. لماذا ذهب هذا النوم وطار من عيني؟ مما شجاك أيها الصديق، أيها الأخ، مما شجاك أي مما آلمك وأحزنك ومما أصابك من الحادث المؤلم المفجع، وهو أنك سجنت وحبست. فهذا الحادث وهذا الخبر المفجع طار بالنوم من عيني. مما شجاك، شجاك أي أحزنك وآلمك وغمك وأهمك. ونامت العواد، أي نامت جميع العيون وجميع الأصدقاء العائدون الذين يعودونني في هذا السهاد، هم ينامون ملء عيونهم، وأما أنا فأسهر طول الليل. خبر أتاني عن عيينة موجع، كادت عليه تصدع الأكباد.
كان سبب هذا السهاد والسهر خبرا موجعا، أي مولما مفضعا، جاء إلي فيما يتصل بأخي عيينة، كادت عليه تصدع الأكباد، كان هذا الخبر كالصاعقة على قلبي. وهذا الخبر قد صدع القلوب وفطر الأكباد من الأصدقاء، تصدعوا أي تنشق الأكباد، أكباد الأصدقاء، بلغ النفوس بلاؤه فكأنما موتى، وفينا الروح والأجساد، أي بلاء هذا الخبر وألم هذا الخبر الشديد قد أثر في النفوس والأرواح تأثيرا شديدا، فكأنما موتى حتى صرنا كالموتى، وفينا الروح والأجساد، مع أنه تسري في أجسادنا الروح، ولكن صرنا كأننا لا روح فينا، بل كأن الموت أصابنا من غير موت، يرجون عثرة جدنا ولو أنهم لا يدفعون بنا المكاره بادوا. أعداؤنا يرجون عثرة جدنا، أي يتوقعون شقاء حظنا وسقوط نصيبنا، وهم يرجون لنا المصائب ويدعون لنا بالمصائب والبلايا. عثر جده أي سقط حظه وساء حظه، مع أن هؤلاء هم يدفعون بنا المكاره ويتقون بنا في الشدائد، ولولا ذلك ولولا وقايتنا لهم ودفعنا عنهم لبادوا، أي هلكوا، لولا نحن لبادوا، لأنهم يدفعون بنا أي بقوتنا، هم يقاتلون الأعداء ويطردون الأعداء في الحروب بقوتنا، وإلا لهلكوا. لما أتاني عن عيينة أنه أمسى عليه تظاهر الأقياد، بلغني عن عيينة هذا الخبر المؤلم أنه أمسى عليه تظاهر الأقياد، أي تقع عليه السلاسل والقيود، لأنه حبس حبسا شديدا سلسلة. فلما بلغني ذلك نخلت له نفسي النصيحة، إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد، نخلت له نفسي النصيحة أي أخلص له قلبي
الحب والمودة والخير، صرت له صديقا مخلصا ناصحا، إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد، لأنه من بني أعمامي، وفي المصائب تذهب العداوات وتزول الأحقاد وتخلص القلوب وتصفو النفوس. وذكرت أي فتى يسد مكانه بالرفد حين تقاصر الأرفاد. الرفد هو العطاء وجمعه الأرفاد، تقاصر أي تقل وتمتنع. تذكرت الآن حين صار عيينة محبوسا، فقلت أي فتى ينوب مكانه ويقوم مقامه بالرفد أي ببذل المال. كان يبذل لنا أمواله، فمن الذي يبذل الآن ماله؟ حين تقاصر الأرفاد، حين تقل العطايا، وحين تبخل النفوس، كان هذا الصديق يجود لنا بالبذل والعطاء. أمن يهين لنا كرائم ماله، ولنا إذا عدنا إليه معاد. من يكون الآن يقوم مقامه ويهين لنا كرائم ماله، أي يذبح لنا خيار إبله. مال هنا الإبل، والكرائم الخيار، يهين أي يذبح. كان يضيفنا بنحر إبله الكرام، ولنا إذا عدنا إليه معاد. كنا نذهب إليه ونلجأ في المصائب، فكان لنا ملجأ ومعادا ومأوى. رأيت في وجه العدو شكاسة، وتنكرت لي أوجه وبلاد. الآن حين حبس هذا الأخ المعين، رأيت أن العدو قد تغير علي، ورأيت في وجهه عبوسا وكراهية، هو يعبس في وجهي. والآن تنكرت لي أوجه الناس، أي تغيرت لي العباد والبلاد، لأنهم يعلمون أنه حبس أخي. فهذه القصيدة قصيدة جيدة، مختارة، فصيحة، مليحة، يمكن أن نتعلم من هذه القصيدة اللغة العربية الفصيحة باستعمال هذه الكلمات المختارة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.